أولا وقبل كل شيء كنشكروا لا السيد الولي ولا السيد العامل على هذه الزيارات الآنية، وبخصوص السيد العامل اللي دائما كيواكب المحطات والأخرى، سواء المشاريع اللي هي طريق الأشغال أو سواء عن مستوى الأشغال اللي هي آنية وموجودة. اليوم احنا كنتواجدوا بساحة محمد عبد الله على أساس المشروع الجديد اللي هو ديال الجزارة والشواء إلى غير ذلك، واللي حضرنا لهذه الزيارة اللي التفقدية من السيد الولي اللي كانت جات مباغتة، والمهم كان لنا الحظ أننا نحضروها. إلا أن الارتسامات اللي لاحظنا وهو أن السيد الولي رلقى عدة ملاحظات اللي أعطاك حول هذا المشروع اللي هي خاصة تعود وتخذ بعين الاعتبار، وشدد على أساس أن المشروع يكون في مستوى تطلعات الساكنة ولا الزائرين. لهذا احنا بدورنا راه تقدمنا له بواحد الطلب اللي هو على اساس ان هذه الحديقه اللي عمرات واحد 100 سنه وتحيدات ودار في هذا المشروع، وهذه من الاخطاء اللي ارتكبها الرئيس السابق ديال المقاطعه واللي كتعاني من المنطقه وكتعاني من الاداره بكل صدق، طلبنا منه على اساس انه يخلقوا لنا واحد الفضاء او متنفس اخضر للساكنه والابنائها وحتى للزوار. الحمد لله ملي كنشوفوا كاينه واحد الحركيه واحد اللي هي مستدامه من طرف الجهات المسؤوله الكبرى، هذا شيء يكليج الصدر ويطمئن على ان البلد راه غادي في الطريق والمنطقه راه غادي في طريق النمو وفي الطريق اللي هي كنشدوها كاملين.